اهرام، وكنت حابه برضو اعرف من حضرتك يعني وحشتنا، فايه الجديد الفتره اللي جايه؟ احنا جايين النهارده ان انا مهتم بالاطفال عموما، والاطفال ذوي القدرات الخاصه احنا عايزين نشوف بيعملوهم ازاي، مين فيهم موهوب، مين فيهم طرق التعامل، نعرف كتير، لان المعرفه او يعني زي ما تقولي كده المعرفه هي الاب الحقيقي للتقدم. كل الواحد يعرف يعمل حاجه عن معرفه، المعرفه دي مهمه جدا. تاريخ كبير لحضرتك ما شاء الله يعني. كنت عايز اعرف من حضرتك، كان ليك تصريح مؤخرا حضرتك قلت ان هو تم اقتباسه، ان هو ما كانش كامل، بان حضرتك ممكن تعمل مهرجانات او تتعاون معه. قبلها انا قلت له ما دخلش الحاجات دي بيتنا، لان ما عندناش نقط مؤدبه ونقط قله الادب، وانا ضد قله الادب بكل تفاصيلها. اذا كان الاغنيه مهرجانات مثلا شعبيه، مهرجانات عاطفيه، مهرجانات دينيه، مهرجانات على عيني وعلى راسي، لكن تعمل لي مهرجانات هتبص يا بنت وبتاع، الكلام ده مرفوض. اللي ما اقدرش ادخله بيتنا ما اقدرش اقول انه كويس مهما كان، لكن من الاخر المزيكا نفسها ما فيهاش حاجه وحشه، هي اللي وحش الكلام، وما اعرفش ليه ما اتقبضش عليهم، ده في حاجات فاحشه. مش البلد دي، البلد دي بلد الادب والاخلاق. راي حضرتك في اغاني التراب والراب زي مثلا ويجز؟ انا ما اقدرش انتقد زميل مهما كان، هو زميل مهما كان ماشي وماله. الراب اهون من المهرجانات. انا بص تاني الكلمات، انت بتزقيني راب، لا الراب كويس كويس، الراب الوحش وحش، البني ادم المصري كويس كويس، البني ادم الوحش وحش. انا اقولش المصريين كلهم وحشين، التعميم ده غلط خالص. يعني هل بيعجب حضرتك اللون ده ولا